أهلا بكم مجددا. هاجم أنصار جمعية المشاريع الخيرية الأحباش المعروفة بولائها لحزب الله ولميليشيات أسد الطائفية، هاجموا الداعية السوري محمد راتب النابلسي خلال محاضرة له في العاصمة اللبنانية بيروت، وعند خروجه تهجم عليه بعض الشباب لفظيا أمام جامع محمد الأمين في بيروت، ويعرف عن الداعية النابلسي اعتداله، فيما أرجع محللون هذا التهجم على الشيخ إلى مواقفه المساندة للثورة السورية. نتابع ما جرى. حول ما جرى في بيروت مع الشيخ النابلسي ينضم إلينا الدكتور زياد العجوز رئيس حركة الناصريين الأحرار، معنا من بيروت، أهلا بك. وينضم إلينا أيضا مراسل أوريان توني بولس، معنا عبر خدمة سكايب من بيروت. مساء الخير وأهلا بكما توني. حدثنا أكثر عما جرى مع الشيخ النابلسي. يعني في الواقع أحلام كان الشيخ النابلسي يعني يلقي محاضرة تربوية اجتماعية لا علاقة لها يعني بالمبدأ من حي بالسياسة أو بمواضيع أخرى في مسجد الأمين في وسط العاصمة بيروت. وفور انتهاء يعني المحاضرة وأراد الشيخ الخروج من المسجد، كان بانتظاره يعني جمعية الأحباش المعروفين أنهم جزء من سرايا المقاومة التابعة لميليشيا حزب الله، وهم يعني الأداة العسكرية ضمن الطائفة السنية التابعة لحزب الله، وبدأوا بكيل الشتائم واعتراض طريق الشيخ النابلسي متهمينهم بالكفر يعني، وفي محاولة تكفير يعني المجموعة التي ينتمي إليها، وهو اتهامه أنه شخص كافر. هذا الأمر نفسه يعني أحلام صحبة في طرابلس أيضا، حيث كان الشيخ النابلسي يهم بتحضير لندوة ثقافية اجتماعية في معرض رشيد كرامي الدولي، حيث تم يعني تهديد المعرض وغيره بأنه سيتم اقتحامه والاعتداء عليه في حال استطاع دخل الشيخ الى هناك. ولكن يعني بعد اصرار اهالي طرابلس وبعد تدخل يعني فعاليات سياسيه بالموضوع تم يعني السماح او تم يعني تحضير الوضع الامني لمنع اي اعتداءات على الشيخ النابلسي اثناء القائه المحاضره في معرض رشيد الكرامي الدولي في منطقه طرابلس. نعم. فيعني من الواضح يعني احلام ان جمعيه المشاريع يعني كانت تستهدف الشيخ ليس لاسباب دينيه انما لاسباب سياسيه، ونظرا لمواقفه المعروفه المسانده للثوره السوريه، وخاصة يعني الجميع يعلم أن الشارع السني في لبنان لديه يعني تأييد كبير وواسع نطاق الثورة السنية، فجمعية المشاريع وهي أداة تابعة لميليشيا حزب الله هي تحاول أن تبث التفرقة والانقسام ضمن الشارع السني سواء في السياسة أو حتى في إدخال بعض المفاهيم التي تم استخدامها ونسخها من ولاية الفقيه، ولكن تم إدراجها ضمن الطائفة السنية في شكل يعني صار يعني حفيظة الكثير من مشايخ السنة في لبنان لانحراف هذه المجموعة عن دورها وهذه الطائفة عن دورها وعن قيمها التي يعني الجميع يعرفها. فهذه المجموعة التي تدعى الأحباش حاولت يعني من جديد يعني ان تضرب عرض الحائط يعني الشعور الوطني لدى كثيرين، وعلاقتهم الطيبة مع الشيخ النابلسي وعلاقتهم الجيدة أيضا مع الثورة السورية. نعم دكتور زياد، يعني كيف يمكن توصيف ما حصل مع الشيخ النابلسي في بيروت؟ أولا تحياتي لكم ولتلفزيون الأورينت ولمحطتكم الكريمة وللشعب السوري البطل وللثورة السورية الكريمة. اللي حصل أنا ما بدي أحطه بإطار الفقه الديني، بدي أحطه بإطار السياسي والأمني والعسكري، لأنه تحديدا ما حصل هو رسالة واضحة من النظام الأمني للإرهابي بشار الأسد إلى من يعنيهم الأمر في الداخل اللبناني. التهجم اللفظي على العلامة الشيخ محمد راتب النابلسي ليس بسبب فقط مواقفه، ولكن هي رسالة لكل أهل السنة في لبنان بأن راية السنة التي كانت مخطوفة أيام النظام السوري من قبل القوى العسكرية والأمنية السياسية عندما كان لبنان محتل من قبل الجيش السوري عادت بأزلامها وأتباعها إلى الأرض الواقع. يعني ما حدث قبل الاعتداء على الشيخ النابلسي شاهدنا نحن قبل أسابيع عديدة قليلة جدا مسيرات سيارة ضخمة جابت شوارع بيروت تحمل الأعلام السورية وتحمل صور الإرهابي بشار الأسد في شوارع بيروت، ودخلت إلى المناطق الشرقية، المناطق المسيحية ذات الأكثرية المسيحية والمناطق ذات الأغلبية الإسلامية،
ومرت مرور استفزازي كبير بشعارات ضخمة جدا لم يتعرض لها ولم لم يتم سؤالها من أين أتيت بهذه الرخصة. واضح كانت هناك رسالة استفزازية، رسالة إرهابية من النظام الأمني السوري بأنه عاد إلى لبنان. وما رأيناه مع الشيخ النابلسي، ما حصل مع الشيخ النابلسي سيتكرر، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بالطريقة الدينية وبين جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما تسمى الأحباش وبين أي شيخ آخر. قد نجد أن لأن هناك أبواق وأزلام وأتباع للنظام السوري كثيرين عادوا ليظهروا في الشارع اللبناني، إن كان عبر مواقع رسمية وصلوا إليها في المجلس النيابي أو في الحكومة اللبنانية أو في مواقع أخرى. نحن سنشهد أمام التطورات الحاصلة في لبنان وفي المنطقة عودة جديدة للنظام السوري، لنظام الإرهابي بشار الأسد، ليحاول فرض أجندة جديدة هو وحلفائه في حزب الشيطان في لبنان. نعم توني، يعني ما هي أماكن تواجد هذه الجمعية الأحباش وجمعية المشاريع؟ هل هم متواجدين في بيروت فقط أم في مناطق أخرى؟ وهل ما شهدناه مع النابلسي وما تحدث عنه الدكتور زياد سنشاهده في مناطق أخرى في لبنان؟ يعني في الواقع أحلام، هذه المنظمة وهذه الجمعية تتمركز بشكل كبير جدا في بيروت، وحزب الله وجد لها حاضنة كبيرة جدا وأمن لها الدعم سواء العسكري أو المادي لكي تنمو هذه الظاهرة، وحتى أوصل ضمن الانتخابات النيابية الأخيرة أحد نوابها إلى المجلس النيابي ليعطيها المزيد من الشرعية. وفي الواقع يعني هذه الجمعية التي لا تحظى بتأييد كبير ضمن الطائفة السنية، لكنها لديها رافعة كبيرة جدا اسمها حزب الله، الذي يضع إمكانياته المادية والسياسية والعسكرية في لمسانده. وكذلك نظام بشار الأسد يعتبر هذه الجمعية هي أداة لدخوله إلى الشارع السني وإلى الشارع البيروتي. طبعا هذه الجمعية لا يقتصر وجودها فقط على بيروت، فحاولت التوسع في أكثر من منطقة، تتواجد يعني جزئيا وبشكل أقل من بيروت طبعا ضمن منطقة إقليم الخروب، يعني في قرب منطقة الشوف أي جنوب لبنان تقريبا، وأيضا لديها وجود نسبي أيضا في منطقة طرابلس، وتحاول أيضا التوسع في منطقة طرابلس للالتحاق بفصيل آخر هو الفصيل العلوي، وهو الحزب الديمقراطي الذي يشكل أيضا أداة لنظام بشار الأسد في منطقة طرابلس. فهذه المنظمات تنمو بشكل فطري في هذه المناطق مدعومة من الخارج ومن ميليشيا حزب الله، لتحاول يعني استقطاب قدر الإمكان وبث التفرقة في الشارع السني وأضعاف الشارع السني، وتحديدا في مدينة بيروت ومدينة طرابلس، يعني المعقل الأساسي للطائفة السنية في لبنان. لذلك يعني هذه الجمعية يعني بدأت تأخذ إطارا أوسع، وخاصة بعد وصول أحد نوابها إلى المجلس النيابي. هذا النائب يعني لم يكن يصل يوما ما ضمن انتخابات طبيعية لولا القانون الذي فرضه ميليشيا حزب الله على اللبنانيين مؤخرا، ولولا الرافعة الشعبية التي أمنها من الطائفة الشيعية لإيصال هذا النائب الذي لم يصل بأصوات السنة في لبنان. نعم. يعني هذا هو واقع يعني انتشار تقريبا هذه الميليشيا أو الجمعية ضمن الأراضي اللبنانية. نعم. دكتور زياد، ما هو موقف باقي القوى اللبنانية على الساحة السياسية من هذه الجمعية، وكيف تنظر أيضا إلى ما تقوم به من أفعال؟ أولا هذه الجمعية يعني ما بدنا نعطيها نحن أكبر من حجمها، خلينا نحن نحكي الواقع. هن جماعة محسوبين كده على النظام السوري، على النظام الأمني السوري لما كان لبنان محتل من قبل الجيش السوري. انسحب الجيش السوري أو تم دحره من لبنان، وهن ضعفت قواهم، هن منتشرين في مناطق السنية يحاولوا التغلغل، أعضاءهم مش أغلبيتهم من اللبنانيين، لا في عندهم فلسطينيين، في عندهم من الأكراد، ولكن نحن خلينا نعطي الجو طبيعته. الجو أنه النظام السوري بلش يستخدم كل أبواقه وكل أزلامه وكل أوراقه على الساحة اللبنانية. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية هي أو هي الأحباش، هن أحد أزلام النظام السوري اللي عم يطبقوا هن أجندته هلأ حاليا في لبنان. نحن من فترة من شو شهرين ثلاثة شفنا الطبل، عفوا الوزير السابق وئام وهاب اللي هو أحد أبواق النظام السوري الكبير الضخم، كيف تهجم على مديرة عام قوى الأمن الداخلي وعلى المدعي العام التمييزي سمير حمود. نحن شفنا شاكر برجاوي أحد مسؤولي سرايا المقاومة اللي هو عايش هلأ بسوريا، اللي هو يستمد قواه وميليشياته وإرهابه من النظام السوري، كيف بلش يتحرك، بلش يندعم.
نحن عم نشوف اليوم عبد الرحيم مراد، النائب عبد الرحيم مراد اليوم بمقابلة مع أحد التلفزيونات المحلية بيقول بفاخر وبيفتخر أنه هو كل أسبوع بيزور سوريا، واللي ابنه وصل وصار كمان وزير بقلب الحكومة اللبنانية. إذن بلشت أجندة جديدة بلبنان عنوانها أنه إعادة إظهار أزلام وقوى اللي تابعة للنظام السوري. القضية ما بدنا نحط نحن محورها، نعم أكيد الشارع كله استنكر اللي صار، لأنه مثل ما قال الأستاذ توني أنه جمعية الأحباش جمعية المشاريع ما عندها التعاطف السني ولا عندها التعاطف الكبير بالشارع اللبناني، ولكن عم بيفرضوا حالهم وبيستقووا أكيد بحزب الله، بيستقووا بدعمهم السياسي اللي أخدينه هن من النظام السوري واللي بيستمدوه دايما، عندهم قوى خارجية بتدعمهم. ولكن رسالة كانت واضحة اللي تعرض له الشيخ النابلسي هي مرحلة جديدة عم بيمشي فيها لبنان، قضية ليست فقهية وليست دينية، القضية سياسية وأمنية. ونحن حنشوف وبالقريب العاجل أنه أزلام النظام بشار أسد الإرهابي بشار الأسد حنلاقيهم كيف بدهم يبلشوا يستفزوا ويظهروا، وقد نرى يعني إشكالات أمنية في الشارع اللبناني. يعني هذا ما سأسألك عنه دكتور زياد، يعني اليوم نرى الاعتداء على الشيخ النابلسي، قبل كما ذكرت حضرتك مسيرات تحمل صور بشار الأسد داخل بيروت، حالة من ظهور أزلام الأسد بشار الأسد في لبنان، ألا يخشى اللبنانيون من هذه المظاهر وألا تشكل خطورة على لبنان أيضا مجددا؟ نعم نعم بالتأكيد بدأت هناك في البيوت، الجميع يتساءلون في الشوارع ماذا يحصل، هل عاد النظام الأمني السوري؟ حتى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي بين مزدوجين بدأوا يعني يأخذون صور لسيارات البيجو التي كان يملكها 304 أو 405 اللي كان يملكها المخابرات السورية، كيف بدأت تجول في شوارع بيروت وعليها نمر دمشق وعليها نمر دمشق. المؤشرات تؤكد بأن مع المستجدات القريبة القادمة في المنطقة النظام السوري سيستخدم الساحة اللبنانية بشكل مباشر لتكون ورقة ضغط إقليمية ودولية من أجل مصلحته بالتضامن والتحالف مع حزب الله الإرهابي أيضا. الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لبنان لن تقف عند موضوع أو موضوع آخر، هي موضوع كله متواصل مرتبط بعضه ببعض. يعني عم يبعث النظام الإرهابي نظام السوري الإرهابي نظام بشار الأسد بدأ منذ فترة بإرسال رسائل إلى من يعنيه من الأمر، مثل ما أنا قلت من قصة وئام وهاب، قضية وئام وهاب واللي صار معه بمنطقته والاعتداء على القوى من الداخلي وتبجحه أنه بيطلع على سوريا وكان جاي من سوريا ورايح ومع نظام الأسد وكذا، مرورا بعملية إعادة تسليح الميليشيات سرايا المقاومة ما يسمى سرايا المقاومة اللي حزب الله عم يدعمها وهني أتباع جماعات للنظام السوري. نحن عم نلاقي أنه البيئة السنية في لبنان، البيئة السنية هي مهددة، البيئة السنية اللي داعمة للثورة السورية، البيئة السنية البيئة العربية الحقيقية اللي ضد هي النظام الفارسي الإيراني مهددة اليوم بشكل مباشر جدا جدا جدا. واللي نحن عم نلاقيه اليوم كثير بيؤثر بشكل خطير على المصلحة الوطنية وعلى المصلحة العربية. يجب على الجميع أنه يأخذ ما حصل مع الشيخ نابلسي بعين الاعتبار بأنها رسالة ليست رسالة دينية ورسالة فقهية، ولكنها رسالة سياسية وأمنية بامتياز، وستشهد الساحة اللبنانية في القريب العاجل محطات تشبه ما حصل مع الشيخ نابلسي، ولكن نخشى أن يكون هناك دم سيحصل في الأرض. نعم توني، كما ذكر دكتور زياد يرى بأنه البيئة السنية اللبنانية هي اليوم مهددة وأيضا المصلحة الوطنية اللبنانية هي مهددة، هل من ردود فعل من الشارع السني في لبنان على ما يجري؟ يعني في الواقع طبعا يعني الساحه اللبنانيه عامه هي مهدده، وطبعا بشكل خاص الساحه السنيه المستهدفه بشكل مباشر من الجهات الايرانيه وجهات نظام بشار الاسد في لبنان، فهناك من يريد اضعاف هذه الطائفه اضعافا كبيرا جدا، وبالتالي الجميع يعلم اذا ضعفت الطائفه السنيه صار من السهل السيطره على لبنان وامساكه سياسيا وامنيا واقتصاديا. لذلك هناك سعي كبير جدا من بعض القوى للتوسع داخل الطائفه السنيه وقدم
قياداتها. وهنا راينا القانون الانتخابي الذي ادى الى قدم 6 نواب من الطائفه السنيه ودخول يعني بعض القوى السياسيه كحزب الله وغيره الى الساحه السنيه من خلال قانون انتخابي ومن خلال ايصال بعض النواب التابعين لهم ضمن الطائفه السنيه. لذلك هناك تهديد كبير جدا هذا على المستوى السياسي. على المستوى ايضا السياسي هناك الحكومه يعني ايضا صحيح ان الرئيس الحريري هو رئيس الحكومه اللبنانيه ويمثل الشريحه الاوسع ضمن الطائفه السنيه، ولكن الظاهر ان الرئيس الحريري يضع الاوراق الاقتصاديه اولا ويضع الاستقرار الوطني ثانيا على حساب التسويات مع الفريق الاخر، في حين الفريق الاخر يضع يعني مصلحته اولا والتوسع وقدم يعني مصالح وصلاحيات الطائفه السنيه. لذلك يعني هناك بين تراجع والتسويات التي يقدم عليها الرئيس الحريري مع حزب الله وحلفائه، نرى ان حزب الله يستغل هذا الوضع الذي يعاني منه الحريري والتسويات التي يقدم عليها لمزيد من التوسع وللامساك في الطائفه السنيه ولتوسيع نفوذه في مدن رئيسيه كبيروت وطرابلس. والان بدانا نرى ان حزب الله صار اصبح متواجدا بشكل كبير جدا في منطقه طرابلس، يعني هذه المنطقه التي تعتبر عرين السنه في لبنان وهي عرين يعني الطوائف العربيه في لبنان، فلذلك هناك خطوره جدا واستهداف كبير جدا للسنه وللبنانيين عامه. شكرا جزيلا لك توني بولس مراسل اورينت نيوز، كنت معنا من بيروت. الشكر ايضا للدكتور زياد العجوز رئيس حركه الناصريين الاحرار من بيروت، ايضا شكرا لكما. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.